يعد مشروع توشكا واحدا من أهم المشروعات القومية في مجال زراعة أو مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة. وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بمشروع توشكا نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في توسيع مجال الاستثمار الزراعي للدولة المصرية، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة في الفترة الماضية لزيادة الرقعة الزراعية.